كابتن خالد والف مبروك. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي. الحمد لله كان ماتش مهم النهارده، كان ماتش مهم معنويا جدا بعد الخساره الماتش اللي فات. طبعا عشان خاطر الفرقه الكيرف بتاعي يبتدي يطلع تاني بعد الدروب اللي حصل. في مكاسب كتير النهارده حصلت في الجيم، منها تومسون طبعا ظهر قدرته ان هو يحط سكور، وقدر ان هو النهارده يؤدي بشكل مميز جدا. عمرو الجندي النهارده كان فايق، كان مستوى كويس قوي. عوده ابو النصر النهارده كان في الديفنس رائع وعمل كام ستيل، كانوا طبعا مؤثرين جدا في وقت مهم. يعني كان معظم الناس اللي نزلت يعني ادت كويس بشكل كويس. الاداء طبعا مش احسن حاجه، بس طبعا مش مهم، اهم حاجه ان احنا نكسب. لان ايه المهم ان احنا يبقى الاداء كويس ونخسر؟ لا، الاداء يبقى يعني معقول ونكسب، لان ده بيخلينا ان احنا نطلع حواجز وننط بنحاجز لاخر عشان نقدر ان احنا نكمل ان شاء الله في المشوار. المشوار لسه طويل، كون الفرقه لسه مش مظبطه، لسه في اصابات، لسه في يعني حاجات من دي بتحصل، وارد طبعا ان احنا نقابل الكلام ده. لكن الحمد لله احنا بنكسب والاداء بيتحسن، من ممكن يتحسن من الفتره اللي جايه، نقدر ان احنا نشتغل على نقطه ضعف الفاول شوتينج. نسبه الفاول شوتينج النهارده واضح ان الفرقه اتمرنت عليها، بدليل ان هي جابت في اوقات صعبه كنا فعلا محتاجين لكل فاول شوتينج او رميه حره. بشكل عام الفرقه شكلها كويس، مش وحش، عندها شويه برضو يعني نقط ضعف محتاجه ان هي تشتغل عليها طبعا اكيد، وان شاء الله نقدر فوزنا نشتغل عليها والحمد لله. يعني اهم حاجه طبعا اهم حاجه ان احنا فوزنا الحمد لله، والف مبروك للفريق والف مبروك للنادي الاهلي، ودايما ان شاء الله في مكسب، ودايما ان شاء الله مبسوطين باذن الله.